سيادة العميد، اسمح لي أن أرحب بك أولا في الموصلية في نشرة الأخبار، وأسألك بخصوص ما هي القوات التي وصلت إلى مشارف الموصل خلال الفترة الأخيرة، وكم عدد القوات التي ستصل لاحقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولأهالي ومواطني الموصل العزيزة. قيادة العمليات المشتركة ومنذ فترة تقوم بكافة الاستحضارات الخاصة بمعركة تحرير الموصل. القطاعات المخصصة لعملية تحرير الموصل يجري إعدادها وتهيئتها، وتجري عملية التنقل إلى مناطق التحشي لغرض التهيؤ لاقتحام وتحرير مدينة الموصل إن شاء الله، بأن تستكمل كافة الاستحضارات التي تشمل العدة والعدد والتسليح والتجهيز، وإن شاء الله بعد أن يعني أمر السيد القائد العام القوات المسلحة المحترم بعملية التقدم باتجاه تحرير الموصل سيكون الرأي الأول والأخير له، وأمر الاقتحام سيصدر من السيد القائد العام القوات المسلحة. عملية الاستحضارات تجري، جهد كبير تقوم به قيادة عمليات مشتركة، قطاعات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وكل القطاعات التي تشترك في عملية تحرير وتطهير مدينة الموصل متهيئة، ويجري الاستحضار ووضع اللمسات الأخيرة لعملية التحرير والمعركة الكبرى التي ستجري في تحرير مدينة الموصل العزيز. طيب سيد يحيى، هنالك أنباء تتوارد حول أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم ملف تحرير الموصل والخطة كاملة، وهو بانتظار أن يصدر الآن موعد ساعة الصفر. ما هي دقة هذه الأنباء؟ السيد القائد العام قوات المسلحة مطلع بشكل مستمر، وهناك إشراف من قبل سيادته على الخطة التي يتم وضعها والتي تم وضعها من قبل قيادة العمليات المشتركة، وهناك إشراف مباشر واطلاع مستمر من قبل سيادته بأدق التفاصيل. إن شاء الله بعد أن يؤخذ رأي السيد القائد العام قوات المسلحة ويطلع على كل تفاصيل الخطة، وأنا مثل ما أشرت قبل قليل سيكون الأمر الذي يصدر بعملية التقدم بتحرير وتطهير مدينة الموصل العزيزة هو إن شاء الله من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، لكن أنا من خلال شاشتكم الكريمة ومن خلال منبركم الكريم أطمن أهلي وناسي في مدينة الموصل، قريبا إن شاء الله سيكون هناك تقدم لعملية تحرير وتطهير مدينة الموصل من اغتصاب عناصر التنظيم الإرهابي. سيدي، وبما أن الحديث لأهل الموصل، ما هي آخر تعليماتكم وتوجيهاتكم لأهالي الموصل الذين ينتظرونكم الآن؟ أنا أولا يعني أطمن أهلي وأحبائي وناسي والرجال والنساء والأطفال والشيوخ وكل من يتواجد في مدينة الموصل من الأبرياء الذين تم اغتصاب المدينة، وأيضا عوملوا بشتى أنواع التعذيب والبطش. أن القوات المسلحة العراقية البطلة تجري آخر استعدادات إن شاء الله لغرض تقدم لتحرير مدينة الموصل العزيزة. هناك تعليمات ستصدر سواء من خلال الوسائل المرئية ومن خلال الوسائل السمعية وكذلك من خلال إلقاء المنشورات على المواطنين. يجب اتباع هذه التعليمات. جئنا وتقدم قطاعاتنا وقواتنا المسلحة هي لغرض طرد عناصر التنظيم الإرهابي و يعني الحفاظ على أرواح المواطنين. الخطة تشمل ليس فقط العمليات العسكرية، حتى تشمل يعني العمليات الإنسانية والإغاثة، كل ما يتطلب أهلنا في مدينة الموصل قد جرى البحث به ووضع اللمسات إن شاء الله المهمة من أجل الحفاظ أولا على أرواح المواطنين الأبرياء وعلى البنى التحتية وطرد عناصر التنظيم الإرهابي. لكن أنا أطلب من أهلي وناسي وأحبائي في مدينة الموصل بضرورة التعاون مع القوات المسلحة العراقية والقطاعات التي ستتقدم لتحريرهم، وأنا لدي الثقة بأنه الشباب الشجعان في مدينة الموصل سيكون وستكون لهم كلمة بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة لغرض طرد هذا التنظيم الإرهابي الجبان من الموصل الحدباء، موصل أم ربيعين، موصل النبي يونس، وإن شاء الله النصر سيكون حليف القوات المسلحة العراقية ومن يقف ويساند القوات المسلحة إن شاء الله.